في خطوة غير مسبوقة بألمانيا، اللاجئين عم بيغادروا ألمانيا طوعا بدون ضغط من الحكومة ولا إجبار من الحكومة الألمانية. مجموعة من اللاجئين عم يغادروا ألمانيا. طيب شو هو سبب المغادرة؟ هلا ألمانيا هي حلم للاجئين والمهاجرين، ولكن شو هو سبب مغادرة هؤلاء الأشخاص؟ يعني مغادرة فينا نعتبرها طوعية، يعني بإرادة اللاجئين بدون ضغط من الحكومة الألمانية. الموضوع بالأساس بيتعلق بالمساعدات، بالمساعدات اللي بتقدمها الحكومة الألمانية، المساعدات المالية اللي بيقدمها للاجئين واللي بيقدموا اللجوء في فترة طلب اللجوء. كان في اجتماع ب 6 نوفمبر الماضي بين الحكومة والولايات الألمانية 16 حول المساعدات المالية النقدية لطالبي اللجوء وتحويلها إلى بطاقات مسبقة الدفع. شو هي هاي البطاقات مسبقة الدفع؟ هاي البطاقة هي على شكل بطاقة بنكية فيها يعني مستحقاتك المالية، ولكن ما فيك تسحبها، ما فيك تسحبها، ولا فيك غير السوبر ماركت وغير اللباس والشراب والغذاء ما فيك تشتري فيها أي شيء. هذا كان، هاي كانت خطة الحكومة الألمانية مع الولايات 16 لإدخال هذه البطاقة حيز التنفيذ على مستوى الولايات. الحكومة أعطت الحرية للولايات الألمانية، قالت الموضوع عندكم، أنتم فيكم تتصرفوا مثل ما بدكم، إذا بدكم بطاقة مسبقة الدفع أو مساعدات نقدية للاجئين فهذا الموضوع بيرجع لكم وأنتم حرين. فالعديد من المقاطعات والمناطق الألمانية عم تبلش بتطبيق هذا الشيء من العام الماضي، في فرانكفورت على سبيل المثال، في تورينغن، في برلين العاصمة الألمانية كمان راح يبلشوا بتطبيق هذا الشيء. طبعا للتذكير، في قسم من المال ممكن 30 يورو 40 يورو 50 يورو بيعطوهم نقدا تاشنجيلد، يعني مصروف نقدي، والباقي بيكون بالكرت. هذا الكرت ما فيك تشتري فيه شو ما بدك، فيك تشتري فيه بس من السوبر ماركت، ممكن تشتري فيه لباس. اما اذا بدك تحول وتستلم حوالات الى المانيا خارج المانيا وداخل المانيا يعني ما فيك. ففي عنا حقيقة شيء غريب حصل بتورينغن. تورينغن، مقاطعة تورينغن هي من المقاطعات الأولى اللي طبقت هذا الشيء، وبالتحديد في لاندكرايس غريتس حدث شيء حقيقة غير متوقع، وكمان بكرايس آيسفيلد بمقاطعة تورينغن. بهذول المناطق، هذول الكرايس تعتبر منطقة في ألمانيا ترجمتها، بهذول المنطقتين بلشوا بتوزيع البطاقات البنكية مسبقة الدفع للطالبي اللجوء من كافة الجنسيات بدون استثناء. فمدير الناحية في كرايس آيسفيلد عم يقول انه وزع ل 135 شخص من اصل 600 شخص طالب لجوء عنده بالمنطقة. أغلبية هؤلاء الأشخاص اللي وزعوا له الكروت هن مرفوضين طلبات لجوهم أو عدهم دلدوك. فقالوا نجرب على 135 شخص ونشوف شو ممكن يصير معنا. فبالفعل من شهر 12 ديسمبر الماضي للشهر الأخير من العام الماضي بلشوا بتطبيق هذا الشيء على أرض الواقع. المدير الناحية عم يقول أنه كان الهدف منه هو تشجيع الناس على العمل، يعني الهدف من إعطاء الكروت بطاقات مسبقة الدفع وإلغاء المساعدات النقدية هو تشجيع الناس على العمل، يدخلوا سوق العمل، يندمجوا، يشتغلوا، حتى قال ممكن يعني عمل مربح، يشتغلوا مقابل المال، يعني اشتغل بجهدك بعملك وتحصل مقابل المال وتصل مقابل العمل على المال. ولكن المفاجأة اللي صارت انه من اصل 135 شخص 92 شخص رفضوا هذه البطاقة، قالوا نحن ما بدنا هذه البطاقة، بدنا مال كاش، رفضوا رفضا قاطعا هذه البطاقة. من 92 شخص في عنا 35 شخص غادروا ألمانيا، تركوا ألمانيا وعادوا إلى وطنهم الأم. كمان تم ذكر جنسيات هؤلاء الأشخاص المغادرين، رفضوا بطاقة البطاقة مسبقة الدفع وقالوا راح نرجع لبلدنا، قالوا جنسيتهم جورجية ومن دول البلقان،
ايضا من الاشخاص ال 92 اللي رفضوا هذه البطاقة 17 منهم راحوا للعمل، قالوا نحن راح نشتغل، لكن 35 تركوا ألمانيا وراحوا. فهون مدير الناحية بكغايس آيسفيلد عم يقول انه الشخص اذا فيه يشتغل وما عم يشتغل وما بده يشتغل، معناته هذا بيدل على انه هذا شخص كسلان. وبالحقيقة يا جماعة بألمانيا ما بده الناس تجي على المساعدات الاجتماعية، خاصة إذا أنت مالك مريض، يعني ما في عندك أي شيء، أنت جسديا صحيا جيد جدا، فيك تشتغل وما عم تشتغل. فهذا الموضوع بيزعج الألمان حتى السكان والحكومة الألمانية أيضا بشكل خاص، بيزعجهم كتير. يعني أنت شلون فيك تشتغل وما عم تشتغل وقاعد على المساعدات الاجتماعية آكل شارب ناي؟ ما بصير هذا الكلام أبدا. رح نجي ل الفكرة، فكرة البطاقة مسبقة الدفع. هاي بطاقة مسبقة الدفع قديمة، قديما ب 2005 2006 كان في قسائم شرائية بيعطوها لطالبي اللجوء، ما كان في مال 100 يورو 200 يورو، ما كان في. حاليا عم يعطوا في مقاطعات عم تعطي كاش 180 يورو شهريا طالب لجوء، لسه ما تحول على الجوب سنتر ولا على السوسيال، 180 يورو شهريا لطالب اللجوء. لا في مقاطعات لسه ما سويت بطاقات مسبقة الدفع، عم تعطي كاش مثلا مثل مقاطعة بريمن، لحد الآن ما تغير فيها شيء وكل شيء مثل ما كان مثل ما كان قبل. المسؤولين هنيك قالوا ما رح نعمل أي شيء، ما رح نغير أي شيء، ما بنعرف بالمستقبل رح يتغير ولا لا. ببريمن عم ياخذوا شباب كاش طالبي اللجوء. الشيء الرئيسي، سبب الرئيسي تحويل المساعدات إلى بطاقات مسبقة الدفع هو مسؤولين الألمان قالوا اللاجئين عم ياخذوا هذه الأموال في مرحلة طالبي اللجوء وعم يبعثوها للمهربين وعم يبعثوها لخارج ألمانيا. فمشان هذا الشيء قالوا رح نغير المساعدات المالية إلى مساعدات عينية، بطاقات مسبقة الدفع. يعني هي على شكل بطاقة بنك، ولكن ما فيك تسحب منها أي شيء، ما فيك تسحب منها مال، ولا فيك تبعت، ولا فيك أي شيء، بس سوبر ماركت وممكن تشتري فيها لباس، أكلك شربك لباسك، غيره ما فيك تسوي فيها أي شيء. أصدقائي شاركونا أراكم بالتعليقات حول هذا الموضوع المثير للجدل. يعني لأول مرة منذ سنين عم نشوف أنه اللاجئين عم بيغادروا، عم يتركوا ألمانيا، ومشان شو؟ مشان المساعدات المالية. معناه هذا الشيء نستنتج منه أنه لاجئين فئة منهم، نسبة منهم عم يجوا لألمانيا مشان المساعدات المالية، ما عم يجوا بحثاً عن الأمان والاستقرار والعمل والديمقراطية والحرية، عم يبحثوا عن المال. أتمنى منكم تشاركونا أراكم بكل شفافية وبكل منطقية حول هذا الموضوع، سواء بأي منصة كنتم عم تشاهدونا على وسائل التواصل الاجتماعي. شاركونا واكتبوا أراكم تحت، ويعني هذا الشيء كشف، هاي البطاقة البنكية مسبقة الدفع كشف يعني حقيقة الشخص اللاجئ المادي أو اللاجئ اللي عم يبحث عن أمان وعن يعني شوية ديمقراطية وعن العمل. كتبونا أراكم بالتعليقات. أصدقائي أحد عنده سؤال ممكن تكتبوه تحت بقسم التعليقات، وممكن تتواصل معي عبر الانستغرام، الانستغرام دائما وأبدا موجود بصندوق الوصف. نلقاكم بفيديو آخر بهاي المناظر الحلوة، دائما دائما وأبدا. كمان ممكن ينزل مطر كالعادة. كتبونا كيف الجو عندكم، نحن هون بأدفأ مقاطعة تقريبا بالمقارنة مع المقاطعات الألمانية الأخرى. نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.